أهلا بكم. 94 يوما منذ بدء الحرب في قطاع غزة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وغاراته على القطاع، رغم إعلانه في أكثر من مناسبة أن عملياته العسكرية ستنتقل إلى مرحلة أقل كثافة من سابقاتها. صباح الاثنين شن طيران الإسرائيلي غارات عنيفة على وسط وجنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين مسلحي حماس والقوات الإسرائيلية في خان يونس. فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي على القطاع أوقع 73 شخصا و99 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وعلى الرغم من أعداد الضحايا الأخيرة في الارتفاع، إلا أن الجيش الإسرائيلي يؤكد انتقاله إلى المرحلة الثالثة من العمليات القتالية، والتي تشمل تنفيذ غارات خاطفة وعمليات اقتحام ومداهمات محددة. ويرى محللون أن الحديث عن خفض عدد الجنود في القطاع والاعتماد على القصف الجوي لا يتعدى كونه محاولة من إسرائيل للتخفيف من عبء الخسائر التي تكبدتها في شوارع غزة والانتقادات التي تلت ذلك، خاصة في ظل تواتر التقارير التي تحدثت عن تجاهل الجيش الإسرائيلي علامات التحذير من تهديدات محتملة في القطاع وفشل استخباراتي كبير في التصدي لهجوم 7 أكتوبر. وكان آخر هذه التقارير ذلك الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية، والذي جاء فيه أن أحد كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي كان قد حذر قبل أكثر من عام بأن حركة حماس كانت تخطط لهجوم على إسرائيل يخترقون فيه الحدود. بحسب التقرير، قدم لواء كان يشغل آنذاك منصب رئيس القيادة الجنوبية، قدم في نوفمبر من عام 2022 خطة مهاجمة استباقية لشل حركة حماس وسط تحذيرات من أنها كانت تخطط لهجوم على إسرائيل. وقبل ذلك أفادت وحدة استخبارات الإشارة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي بأنها حذرت كبار الضباط قبل الهجوم أو هجوم 7 أكتوبر من أن حماس كانت تستعد لهجوم جماعي منظم للغاية ومخطط له بدقة، ولكن قيل لهم إن مخاوفهم هي مجرد أوهام. ووسط فشل استخباراتي وانتقادات داخلية وتصريحات متطرفة لوزراء يمينيين في حكومة نتنياهو، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل لتخفيف الضغط المتزايد على الحكومة الإسرائيلية واحتواء التدهور الأمني والسعي إلى تسوية سياسية تبعد إسرائيل والمنطقة عن حرب يمكن أن تتوسع لتشمل لبنان وبلدانا مجاورة. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفينا مباشرة. أولا نرحب من رام الله بالدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطيني، ومن القدس نرحب بالسيد شمعون شتريت الوزير الإسرائيلي السابق. أهلا بكما معنا في المشهد الليلة. أبدأ معك دكتور أشرف العجرمي، يعني ونحن نسمع عن دخول الحرب المرحلة الثالثة، يعني ما الذي يمكن أن تستنتجه من ذلك؟ مساء الخير. يعني الاستنتاج الأهم من ذلك أن إسرائيل فشلت في حربها ضد قطاع غزة، والمرحلة الثالثة التي يقولون عنها والتي في طرحها يتم تموضع الجيش الإسرائيلي إلى مناطق على أطراف قطاع غزة وبعضها في وسط قطاع غزة لقطعين نصفين، ومن ثم القيام بعمليات اجتياح مركزة وقصف من الجو، هذا يجعل أمناء الحرب يمكن أن تطول لفترة طويلة جدا كما يريد بنيامين نتنياهو دون توقع نتائج خلال فترة قادمة. بمعنى أنه لا أحد يطلب في إطار المرحلة الثالثة أن تحسم إسرائيل الحرب على سبيل المثال خلال شهر أو عدة أسابيع أو ما شابه، وبالتالي ستبحث إسرائيل خلال الفترة القادمة عن صور مستهزة لانتصارات قد لا تحصل عليها وقد تحصل على بعضها، ولكنها لن تحقق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها لهذه الحرب، وهي القضاء على حركة حماس ويعني تجريد قطاع تماما من السلاح وجعل قطاع غزة منطقة لا تهدد إسرائيل في المستقبل. نعم. يعني هذا وطبعا الإفراج عن محتج الزين الإسرائيليين في قطاع غزة والذين يعتبرونهم أيضا أولوية لدى إسرائيل، هي لم تحقق ذلك من خلال حربها والآن تنتقل إلى مرحلة ربما تصبح فيها العملية أكثر غموضا وأكثر مطاطية، بحيث لا يجعل هذا نتنياهو يبقى في الحكم لفترة أطول،
وبدون إشكالية. نعم، ربما من النقطة التي أشرت إليها وأن ربما الحرب في مرحلتها الثالثة يمكن أن تكون أكثر غموضاً، أنتقل من هذا المصطلح إلى سيد شتريت. يعني هل تعتقد أن هذه المرحلة الثالثة ستكون أكثر غموضاً؟ وهنا تعليق فقط، يعني أليس من المفترض أن تكون في هذه المرحلة الغارات أقل عنفاً وأقل كثافة، مع أن ما يحدث في وسط وجنوبي قطاع غزة عكس ذلك في الأيام الأخيرة؟ يعني اليوم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي وضح إن المرحلة الثالثة معناها إن في الشمال وفي المركز في المناطق الشمالي والمركزي في قطاع غزة الكثافة تنخفض وانسحبت قوات ملموسة من هذه المناطق، قوات إسرائيلية ملموسة، ولكن الكثافة لعمليات الحربية للجيش الدفاع الإسرائيلي في الجنوب تستمر، لأنه في هناك مهمات عسكرية للقضاء على إنشاءات وعمليات ومخازن وإلى آخره لمنظمة الإرهاب حماس، وذلك هو لما ما يسمى المرحلة الثالثة، معناه إن القتال بصورة مكثفة ينخفض في الشمال وفي المركز، ولكن ليس لا ينخفض في الجنوب. مشكلات إذا إسرائيل نجحت أو فشلت هذا شيء مفتوح، كل واحد ينظر إلى يعني الفترة. إذا واحد يحلل هذه الحرب حسب الأشهر، يعني أو تريد حسب أن تقول أنه ما زال من الساعات، المبكر للحكم إذا كانت إسرائيل نجحت أو فشلت؟ هذا مبكر، لأنه ما حدث هو أن أكثر من 16 سنة التي بنيت كل هذه المترو الحماسي تحت الأرض، واستثمارات بدل ما تكون استثمارات في المدارس والمستشفيات والرفاهية والسياحة والاقتصاد والرفاهية، استثمروا كل الثروات وكل المليارات طيب تحت الأرض. طيب، ولذلك إذا الجيش الإسرائيلي يريد أن يدمر هذه البلد التحتية، نعم، يتخذ وقت. ولذلك أنا لا أحدد، والإسرائيليين لا يحددوا الوضع أنه فشل، وإنما يتطلب أكثر وقت، نعم، مما واحد يتوقع. نعم، أعود إليك. نعم، أعود إليك الدكتور أشرف العجرمي من جديد. هناك عدة مستجدات أخرى في الأيام الأخيرة وحتى في الساعات الأخيرة، ونتحدث عن ربما استهداف قيادي في حماس في سوريا حسن عكاشة، هذا يأتي بعد استهداف العروري وحتى قيادات في حزب الله. يعني كيف تفسر هذه التغيرات؟ باعتقادي إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب لتشمل الجبهة اللبنانية، لأن هناك ضغطاً واسعا من الجمهور الإسرائيلي، وخاصة من سكان المستوطنات والبلدات التي تقع في الشمال، الذين نزحوا بسبب تهديدات حزب الله، لأنهم لن يعودوا إلى هناك طالما أن هذا التهديد باق. وبالتالي إسرائيل تريد الضغط على حزب الله من أجل التوصل إلى يعني اتفاق لعودة حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، ولهذا السبب هي تضغط باتجاه يعني أن تشعر حزب الله وتشعر كل القوى المؤيدة لإيران في هذه المنطقة بأنه لا حصانة ولا خطوط حمراء، وبالتالي إسرائيل ماضية قدما في تصعيد الموقف والرد بقوة على كل عمل يقوم به حزب الله. وهذا ربما يخدم بنيامين نتنياهو، بالرغم من هذا يتعارض مع مصلحة الإدارة الأمريكية التي أتى بايدن من بين الأهداف التي يعني وضعها لزيارته هو عدم توسيع نطاق الحرب، نعم، لتشمل الجبهة اللبنانية، ولكن ليس هذا هو الحال في إسرائيل. إسرائيل كبحت جماحها أكثر من مرة ما
من التصعيد نحو الجبهة الشمالية، والإدارة الأمريكية بايدن على وجه التحديد منع هجوما كبيرا كانت تحضر له إسرائيل في جبهة لبنان. نعم، أعود إليك سيد شمعون شتريت، كنت أشرت منذ قليل إلى أن ربما شكل الحرب سيختلف في الأيام القادمة، الشمال سيختلف عن الوسط والجنوب وما إلى ذلك، يعني نقلا عن القناة الثانية عشر الإسرائيلية وأيضا حتى صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت أن بلينكين من بين النقاط التي سيطرحها على المسؤولين الإسرائيليين هو السماح لسكان غزة بالعودة إلى الشمال إلى منازلهم، يعني هل يمكن أن تتفاعل إسرائيل مع هذا؟ هذا الشيء الذي يناقش في الزيارة المقبلة للسيد بلينكين، ومن المتوقع أن الجانب الإسرائيلي يعبر عن موقف الذي يختلف من ما تطلب الولايات المتحدة إذا هذا التقرير صحيح، يعني القدوم من يعني إتاحة السكان أو عدد منهم أو جزء منهم إلى الشمال، وذلك هو صحيح أن يكون هناك خلاف، لأن الموقف الإسرائيلي أنه إذا سمحوا للسكان أن يرجعوا إلى الشمال يرجعوا معهم عناصر الحماس، وهذا يناقض المصلحة للقضاء على إمكانية والقدرة العسكرية والحكومية لحماس، ولذلك هذا الشيء الذي فيه هناك يكون هناك خلاف واضح بين الطرفين. نعم، أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا لمواصلة النقاش، سنعرض بعض التفاصيل الإضافية ونعود إليكما بعد لحظات لمواصلة الحديث. إذن في طريق الحرب المتواصلة في غزة باتت كلفتها موضع نقاش وانتقادات داخل إسرائيل، خاصة في ظل استمرارها مع عدم تحقيق النتائج التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن وفقا لمراقبين. صحيفة يديعوت أحرنوت ذكرت أن الحرب في غزة تسبب تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، مع تأزم وضع المجتمعات المحلية ورغبة جنود الاحتياط في العودة إلى ديارهم. وأوضحت الصحيفة أن كلفة الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغت 60 مليار دولار، ورغم ذلك لم تتحقق بعد أهدافها المتمثلة في تصفية قادة حركة حماس واستعادة الرهائن وفقا للصحيفة. ويوميا بلغت التكلفة نحو 272 مليون دولار، حيث يتقاضى كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا، وبلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها ملياران ونصف المليار دولار. وعلى الجبهة المدنية بلغت التعويضات عشرات المليارات، لكن هذه المدفوعات للشركات والمدنيين المتضررة من الحرب بدأت تتضاءل مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع روتين الحرب. وألقت تكلفة الحرب بظلالها على ميزانية الدولة، حيث من المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 30 مليار دولار، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الميزانية وزيادة الضرائب بما يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسليل سموتريتش قالا إنه من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء يوم الخميس على ميزانية الحرب لعام 2024، وذلك بعدما وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة مليارين ونصف المليار دولار لجنود الاحتياط. إذن نعود من جديد للنقاش مع ضيفينا، ونعود بالتحديد الآن مباشرة من رام الله ودكتور أشرف العجرمي. هل تعتقد فعلا أن كلفة الحرب والخسائر المادية هنا والاقتصادية الإسرائيلية هي التي قد تكون النقطة التي قد تدفع إسرائيل للتراجع؟ لا أعتقد ذلك، على الأقل في هذه المرحلة إسرائيل لديها إمكانات للاستدانة و توفير عجز في الموازنة وغير ذلك لدفع يعني متطلبات الحرب على الأقل في هذه المرحلة، ولكن على المدى البعيد إذا طالت هذه الحرب لأكثر من 6 شهور قادمة أعتقد أن النتائج الاقتصادية ستظهر بشكل كبير جدا على كل فئات المجتمع الإسرائيلي. هي بدأت بالظهور نسبيا في التضخم وزيادة الأسعار وفي بعض العجز الذي يعني هناك وضع على موازنة 2023. بالمناسبة إسرائيل أضافت عجزا بقيمة 16 مليار دولار على الموازنة الماضية التي أقرت الشهر الماضي، وبالتالي الموازنة الجديدة ربما تحمل عجزا أكثر بكثير حتى من الذي ذكر في التقرير.
في كل الأحوال الأوضاع الاقتصادية ليست الضاغطة الآن على الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا أنها تتوقع أن تحصل على مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول يعني ترتيب أمورها الداخلية بهذا الشأن على الأقل الأشهر القادمة. المشكلة الأكبر هي مشكلة الانقسامات الداخلية وصمود المجتمع الإسرائيلي أمام كل هذه الأزمان، سواء على مستوى الحرب، على مستوى المحتجزين، على مستوى الخسائر البشرية التي تحصل في قطاع غزة، وعلى مستوى الرؤية والخلافات السياسية حول مستقبل قطاع غزة ومستقبل المنطقة. نعم، أعود إليك سيد شمعون الشتريت مرة أخرى حول نفس النقطة، هل يمكن أن تتحمل إسرائيل هذه الخسائر الاقتصادية وهذه الأرقام الضخمة التي تصرف في هذه الحرب؟ الاقتصاد الإسرائيلي هو قوي جدا، ولذلك النفقات الهائلة التي ذكرتها حضرتك هي ممكن أن إسرائيل تكون على إمكانية أن تنتصر عليها بالرغم من ما كل الأرقام الكبيرة. هذا الشيء الذي يتطلب تخفيضات أو رفع الضرائب هذا ممكن، ولكن إمكانية الاقتصاد الإسرائيلي هو إمكانية معروفة. مثلا ما يسمى الاحتياطي بالعملة الأجنبية هو يبلغ 200 مليار دولار، يعني تقريبا 800 مليار شيكل، يعني سعر الفائدة التي إسرائيل يمكنها أن تأخذ قروض في السوق المالي الدولي هو السعر الذي ممكن أن تقبله إسرائيل من ناحية اقتصادية. ولذلك المهم بالنسبة لإمكانية هذه الإمكانية إسرائيل أن تتحمل هذه الحرب هو في المجالات الأخرى، يعني السياسي الداخلي والتعاطف مع المحتجزين، هذه المشاكل هي أكثر تؤثر أكثر من المشاكل الاقتصادية، لأنه الاقتصاد الإسرائيلي هو قوي جدا، ومثلا انتصرنا على الأزمة وقت الكورونا، وفورا بعد انتهاء الكورونا رجع الاقتصاد الإسرائيلي إلى مساره، وفي هناك نمو اقتصادي بالرغم من الحرب. ولذلك أنا أقول إن مشكلة التعاطف بالنسبة لخيبة أمل لعدم إمكانية إسرائيل أن ترجع تطلق سراح المخطوفين هذا أهم أكثر مما هي المشكلة الاقتصادية. نعم، أعود إليك دكتور أشرف العجرمي من جديد، وإلى نقطة الخلافات ربما في الأوساط السياسية الإسرائيلية التي أشرت إليها منذ قليل، ربما من بين نقاط الخلافات هو مسألة التعاطي مع ربما التوجيهات الأمريكية لإسرائيل هنا، هل تعتقد فعلا أننا يمكن أن نجد أنفسنا أمام خلاف إسرائيلي أمريكي حول مستقبل الحرب في غزة؟ في الواقع هناك خلاف ولو كان يعني يدار على نار هادئة، ولكن الخلاف بين رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لليوم التالي للحرب، حتى في إطار تحولها من مرحلة إلى أخرى، استهداف المدنيين وما شابه، ومحاولات وقف إطلاق النار أو تهدئة لفترات أطول، بالإضافة طبعا إلى موضوع قطاع غزة واليوم التالي كيف يمكن أن تدار قطاع غزة بالتوافق أو بالانضمام إلى الضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة وهو ما ترفضه إسرائيل. هذه الخلافات قائمة وتحاول الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل فيها، ولكن بالنسبة لبنيامين نتنياهو بقاء الحكومة أهم بكثير من الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حتى عندما يتقدم خطوة إلى الأمام
يرجع إلى الوراء خطوتين بسبب الضغوط التي تمارس عليه أحزاب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش وبن غفير. ونحن شهدنا حتى في موضوع نقل المواطنين إلى شمال قطاع غزة، قالوا بالجيش الإسرائيلي أن الجيش يدرس عملية نقل المواطنين من جنوب قطاع غزة، إعادتهم إلى شمال قطاع غزة، ولكن بسبب معارضة اليمين المتطرف في إسرائيل، وهذا طبعا كان تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، تراجع نتنياهو وقال لا يمكن عودة هؤلاء المواطنين إلى شمال قطاع غزة. وحتى موضوع التحجج بأنه ستعود معهم مقاتلين من حماس وغيره، هذا غير صحيح. هم يعبرون عبر بوابات، والإسرائيليون يفتشون كل شخص بشخصه ويتأكدون من هويات الأشخاص. هذا تماما ما حصل عند انتقالهم من الشمال إلى الجنوب. نحن الآن أمام وضع أن نتنياهو يريد الحفاظ على ائتلافه الحكومي حتى بثمن الخلاف مع الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا في هذا النقاش. من رام الله مباشرة كان معنا الدكتور أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطينية الأسبق، ومن القدس كان معنا مباشرة السيد شمعون شتريت الوزير الإسرائيلي السابق.